صباح الخير صحينا متاخر وطلعنا بالترنج وبقالك اسبوع ما نزلتش في فيديوهات والتخرج بتاعك اتاجل وامتحاناتنا وقفت فايه اللي حصل في الاسبوع اللي فات تعالوا كده ناخد الكاميرا ونطلع ندردش بره شويه فيلا بينا ازيكم يا جماعه اهم حاجه لمصر في الايام دي لان عدد الحالات بيزداد زي ما انتم شايفين بس بما اننا قاعدين مع بعض فايه ما فيش حد هنا فنشيل الماسك عشان نعرف نتكلم يا رب تكونوا بخير انا عارف بان فيديو من نوع جديد احنا ما عملناش فلوجز قبل كده آه او ما كانش في فكره فلوجز بس اللي حصل بان فتره الدراسه اتاجلت او التخرج بتاعنا تأجل المفروض كان يبقى بعد 20 يوم بس بالحال ده ممكن يبقى شهرين ثلاث شهور الله اعلم فكره الفلوجز في دماغي من زمان وعايز اعملها من زمان بس كنت مستني بعض الحاجات اللي هتعرفوها قريب عشان تحصل عشان اعمل فلوجز او عشان اتكلم في حاجه زي كده ايه هدف الفلوجز وهل انا كده بحول القناه من قناه علميه لقناه هيبقى فيها هلس مثلا او كلام فاضي إيه انا ان شاء الله اوعدك بان اول كل فيديو هقول لك هل الفيديو ده علمي او فيديو عادي بنعرض فيه راي بنكلم فيه في حاجه بندردش مع بعض في حاجه معينه فان شاء الله في الاول في اول كل فيديو هقول لك الفيديو ده علمي او لا عشان لو ما عندكش وقت وما هوش علمي ومش مناسبك فايه فما تتفرجش عليه او تبقى تشوفه بعد كده بالنسبه للفيديوهات العلميه فهتبقى في مكاننا اللي احنا متعودين عليه بالفيو بتاعنا بالدنيا بتاعتنا في الاوضه والحاجات دي اما الفيديوهات اللي هنخرج فيها بره فهيبقى هدفها ان احنا ننقل بعض الافكار نتكلم في بعض الحاجات يعني مثلا ناس كتير بتقعد تتكلم وتسال عن الجامعات وعن الفرق ما بين الجامعات فممكن ان شاء الله لو الدنيا اتحسنت كده ايه نسافر مع بعض الجامعات اللي موجوده في مصر نشوفها ونقيمها من حيث البنيه التحتيه ممكن نقابل ناس في الكليات اللي هناك ونسالهم عن وضعهم هناك ووضع الكليات هناك عامله ازاي ناس بتسال على مستشفى 57 ازاي رحتها قبل كده مرتين ثلاثه فممكن برضو ان شاء الله الدنيا تفك شويه ونروح الزياره هناك نروح لمستشفى دكتور مجدي يعقوب نعمل لفة شويه لفات كده ايه بحيث يبقى برضه ريليتد لمحتوى القناه ويعني ملائم مع الفئه العمريه اللي موجوده على القناه، ده بالاضافه ان فكره الفلوجز وان انا ابقى حر كده وبتحرك براحتي بمزاجي مابقاش مقيد بنفس اللوكيشن بنفس المكان ده مديني اريحيه اكتر، ممكن يخليني انجز فيديوهات اكتر، في نفس الوقت انا مش عايز الناس تبقى زهقانه من نفس المحتوى او من نفس المكان، بس في بعض التغييرات اللي هتحصل، وصلتني رسائل كتير جدا 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 بتشكرني على محتوى المصطلحات العلميه. وهل في كتاب انا بشتغل منه او بحضر منه الصراحه لا انا كل بساطه برتب معلوماتي او أفكاري كده في دماغي وبكتب زي سكريبت او بكتب زي البي ال ال دي اف اللي أنتوا بتشوفوه تحت الفيديو ده ببقى انا كاتبه اه والفيديو ده بيبقى كل حاجه فيه يعني من دماغي مع شويه تعديلات وشويه صور بجيبها من النت مش اكتر هل ممكن اعمل حاجه تجمعهم كلهم؟ اه ان شاء الله انا هعمل حاجه تجمع كل المصطلحات اللي قلناها قبل كده وهنكمل في الكورس ده كمان لان طبعا كل ما الرسائل بتيجي بان الكورس ده مفيد فانا هكمل فيه باذن الله ولكن في بعض الاضافات يعني ان شاء الله في الفتره الجايه هنتعلم بقى ازاي نقيس ضغط ازاي نقيس سكر ممكن ازاي ناخد عينه دم نتكلم في ازاي تركب قسطره هنتكلم في المحتوى اللي له علاقه شويه بتمريض والكليات الطبيه بس اللي مهموله شويه او اللي الناس مش مديها حقها على اليوتيوب في نفس الوقت الناس بتسال وبتقول هل في سلسله من الشرح او هل هتعمل مثلا كورسات على القناه في مواد معينه انا مش هعمل ده انا هدفي بان انا اخلي التعلم او اخلي العلم بسيط ولطيف فانا هجيب الحاجات اللي انت هتحتاجها يعني زي ما انا جبت المصطلحات الطبيه اللي هتحتاجها في الكليه فانا برده هجيب الحاجات اللي انت هتحتاجها في الكليه او في حياتك بشكل مبسط اما مش هعمل كورس وامسك قلم وسبوره واقعد اكتب لك واشرح لك المنهج بتاعك ده مش هيحصل بس ممكن اشرح لك الحاجات اللي انت هتحتاجها في دنيتك او في منهجك او في الناحيه الطبيه اللي في المنهج بتاعك اما كشرح أكاديمي فما اظنش في الفتره الحاليه بالنسبه للفلوجز فاحنا ان شاء الله هنحاول نكتر شويه كده من الفيديوهات بحيث الفتره دي احنا خدنا استراحه شويه من الدراسه كنا مزنوقين في امتحانات النساء ومزنوقين في الدراسه او مزنوقين في التجهيز للامتحان الاخير بس دلوقتي احنا خدنا شويه راحه او فصلنا شويه عن الدنيا كنت عملت فيديو الفيديو قبل الاخير كنت بكلم فيه على ان التخرج قرب وخطه التخرج بس سبحان الله الخطط كلها بتتغير والخطط كلها بتتاجل ولما ربنا يشاء يعني ما حدش يقدر ايه يعترض سبحان الله اكيد في حكمه في الموضوع يعني فالواحد مش عايز يقول لا هو زعلان ولا هو مبسوط من اللي بيحصل فربنا يعدي الوباء على خير بان هو داخلين في السنه الثانيه فالله اعلم ايه اللي هيحصل كل اللي نتمناه بان الدنيا دي تعدي على خير بان احنا ان شاء الله نعمل حاجه محترمه مع بعض نعمل محتوى عربي لطيف زي ما في دلوقتي ما شاء الله محتوى عربي حلو جدا على اليوتيوب فان شاء الله نعمل حاجه مشابهه او مماثله يعني اكتبوا لي في الكومنتات هل انتم مع ان احنا نكمل في هيرو فلوجز ولا لا وايه الافكار او ايه الاماكن او ايه الحاجات اللي نفسكم تعرفوها من خلال الفلوجز دي وزي ما احنا ان شاء الله مكملين في المحتوى العلمي اللي موجود على القناه ولكن المحتوى العلمي بيحتاج تحضير اكتر مش زي الفلوجز كده بفتح الكاميرا وبقعد اسجل وخلاص أراك في الكومنتات سواء حلوه او وحشه وان شاء الله نكمل في القناه والقناه تبقى حاجه بتعتزوا بيها او بتفتخروا بيها من انتم من اوائل الناس اللي كنتوا عليها اشوفكم على خير وان شاء الله نتقابل في فلوج جاي او في فيديو علمي جاي في الاستوديو بتاعنا او في المكان بتاعنا باذن الله اشوفكم على خير وما تنسوش لو احتجتوا حاجه ادوا العيش لخبازه سلام